السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين الأعزاء، تكملة لسلسلة شرح شاشة الأسعار البورصة. النهاردة المفروض النهاردة إن شاء الله الحلقة الثانية بتاعتنا بخصوص هذا الأمر بإذن الله. المفروض طبعا أنتوا عارفين إن احنا شغالين عادي من الشاشة، هنفتح هوت تمام زي ما قلت لكم إن هي شاشة المؤشر، في شاشة اللي هي بتاعت ميست، وفي شاشة المباشر وشاشة المؤشر. فأنا معايا شاشة المؤشر وبنشرح منها، وزي ما قلنا قبل كده إن الشاشات بنسبة 90 إلى 95% متشابهة، بعض الحاجات بس بتكون مختلفة من شاشة إلى أخرى. زي ما أنتوا شايفين المفروض كده الشاشة فتحت اهوت، مفروض زي ما أنتوا شايفين كنا احنا المرة اللي فاتت خدنا اللي هي قائمة ملف، وكنا وضحنا من جديد بتعمل ايه وحفظ مساحة العمل بتحفظها ازاي، وكنا خدنا برضو اعادة الاتصال بتعمل اعادة اتصال ازاي وتغير اللغة ازاي وتغير كلمة المرور وتعمل خروج ازاي. ممكن برضو خروج تعمل اللي هي Alt F4 وتضغط على علامة الاكس الحمراء اللي هي فوق ديت او Alt F4، ويأسهم عرفنا انك بتجيب مراقبة السوق ازاي والقطاعات وبتختار القطاعات وبتجيبها ازاي، زي مثلا وليكن قطاعات اللي هي بتاعت البنوك تمام، واللي هي كل القطاعات اللي انت عايزها هتلاقيها برضو. طيب النهاردة بقى ان شاء الله هنستكمل السلسلة اللي احنا شغالين فيها بتاعت شرح شاشة الاسعار تمام. طيب هنستكمل ونيجي عند عرض. اول حاجه زي ما انتم شايفين اللي هو شريط الاسعار اللي هو اللي ماشي ده، شريط الاسعار اللي هو اللي ماشي فوق ده اللي هو مكتوب فيه سيدي ميديكال ومش عارف سيدي ميديكال والليفت سلاب العربيه للصناعات زي ما انتم شايفين كده تمام. لو عايزين نظهره او نخفيه هنعمل ازاي؟ هنيجي عند عرض ونقول له شريط الاسعار، لو ضغطنا عليه هيخفي لنا شريط الاسعار، لو ضغطت عليه تاني زي ما انتم شايفين شريط الاسعار رجع تاني تمام. طيب لو عايزين نعمل محفظه تجريبيه، محفظه تجريبيه دي ايه فكرتها باختصار؟ ان الاسهم اللي انت بتشتريها او تبيعها بتبدا تسجلها عندك في المحفظه التجريبيه عشان تشوف انت اشتريت ايه وبعت ايه وهكذا تمام، بدل ما ترجع للسمسار او ترجع للامين الحفظ بتاعك، فانت من خلالك وانت قاعد بتعمل محفظه تجريبيه بتسجل فيها. تعال نشوف فكره المحفظه التجريبيه، وليكن محفظه تجريبيه هنقول له هنعمل محفظه، هننشئ محفظه وهنقول له انشاء المحفظه وليكن هنسميها سيشن 2 وبالعمله المصريه والرصيد الافتتاحي مثلا اللي انا حاطه 50,000 وهنقول له انشاء. وطبعا في المحفظه ديت انت هتضيف اسهم او هتضيف اللي هي الحاجات الخاصه بيك، الاسهم الخاصه بيك، هنقول له اضافه عمليه تمام، وهنقول له بقى الرمز. نشوف بقى لو احنا ما نعرفش الرمز هنقول له بحث، وليكن هنكتب مثلا طلعت مصطفى، هتطلع علينا طلعت ونضغط عليها مرتين، هتترحل في الجنب كده بالكود ونضغط عليها موافق، ونشوف طبعا التاريخ مكتوب، ونختار نوع الصفقه اللي هي شراء او بيع او ارباح او ايداع او عمليه سحب، والعموله لو في عموله بتكتبها مثلا رقميا او بالنسبه، بتقول له وليكن قيمه العموله 20 جنيه او بالنسبه ممكن تكتبها 4% او 3% حسب عموله شركه السمساره معاك، ولو في اي تعليق انت عايز تكتبه كتذكره ليك يعني، وطبعا بتديله موافق. طبعا في بيانات تانية لسه ما دخلناهاش، الكميه وليكن برضو بنحط الكميه 1000 سهم، سعر السهم بنقول له احضار السعر بتاع السوق لو انا شاري بسعر السوق، لو انا شاري او بايع بسعر اقل او اكتر تغير من هنا عادي خالص، وليكن نخليها 45 او 48 وهنقول له موافق. هيبدا يحط لك العمليه اللي انت عملتها في اللي هي المحفظه التجريبيه، وليكن بقى انت عايز تبيع برضو تقول له مثلا الرمز نفس الكلام اللي احنا عملناه بس هتغير الشراء هتخليها بيع تمام، او ارباح او ايداع حسب كل عمليه انت بتعملها. طيب لو عايز امسح مثلا المحفظه ديت، انا عملت محفظه اسمها سيشن 2 وعايز امسحها، هاجي عند حذف المحفظه وهقول له
بقول لك هل تريد حذف المحفظه المختاره؟ بالفعل اقول له اوكي. لو عندي اكتر من محفظه بختار المحفظه اللي انا عايزها، تمام. ولو انت عايز بقى تشوف المحفظه بتبدا تضغط على المحفظه وتشوف. طبعا بعد ما خلصنا محفظه تجريبيه عايز نشوف الاعلانات. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان الافصاح حاجه مهمه جدا، ولازم الشركات المدرجه في البورصه بتعمل عمليه الافصاح، لان لو ما عملتش عمليه الافصاح بتعرض نفسها لمشاكل، مشاكل الشطب ومشاكل غرامات، حاجات كتيره اللي هي اسمها الاعلانات. فانت بتبدا تضغط عليها بيجيب لك الاعلانات اليوميه بتاعه الجلسه، تمام. طيب ودي بقى كل الاعلانات زي ما انتم شايفين اهوت، اللي هو بيقول لك كل ما الحاجات اي اعلانات او اي افصاحات سواء خاصه بالبورصه او بالهيئه العامه للرقابه الماليه او بمصر المقاصه او بالشركات المدرجه. عندنا هنا تم ايقاف الورقه الماليه 5%. عارفين طبعا ان اول ما الورقه الماليه بتعدي نسبه ال 5% السيستم التلقائي بيوقف عليها التداول لمده 10 دقائق، قبل كده كان 30 دقيقه، تمام. طبعا لو في افصاح زي هنا شركه الاهرام للطباعه اللي هو بيان من الشركه تفيد بان السيد مش عارف ايه قدم استقالته من ادواته بمجلس الاداره، طبعا ده ممكن حسب يعني ممكن قرار ياثر على الناس اللي حامله السهم ده لو هم عارفين الراجل ده ان هو حد كويس في مجلس الاداره. الصوامع والتخزين برضو حاجه برضو اهوت، تمام. اي افصاحات هتبدا تلاقيها هنا، تبدا تلاقي بقى من اول الجلسه ما بدات، وليكن مطاحن ومخابز شمال القاهره، تقرير مراقب الحسابات، اي افصاحات لازم بيتم الاعلان عنها. بتاعت طلعت مصطفى برضه اهوت تعاون هل مش عارف ايه، بالاشاره الى ما تم تداول بشان قيام مجموعه طلعت مصطفى مع الهيئه المجتمعات العمرانيه. طبعا لازم الشركه ترد ببيان واضح طبعا زي ما انتم شايفين. طيب كده احنا المفروض عرفنا اللي هي الاعلانات، تمام. طيب اسعار العملات، انت يعني هتشوف اسعار العملات ماشي، مش عايز تشوفها براحتك. عرض اخبار اليوم لو في اي اخبار او كده بتبدا تشوف على الشركه نفسها وتبدا تبحث يعني، تمام. في الغالب ما بتكونش شغاله يعني، في الغالب الشاشات ما بتكونش شغاله، تمام. وفي بعض الاوقات الثانيه بتكون شغاله، انا مش عارف يعني، تمام. اكيد مش هعيد الفيديو عشانها، فانتوا عارفين طبعا لو في اي خبر انت عايز تشوفه يفضل انك تتابعه من الاعلانات. لو عايز تشوف اي خبر يفضل انك تتابعه من الاعلانات، تمام. طيب لو احنا عايزين نشوف اسعار العملات، اسعار العملات لو احنا عايزين نشوفها برضه اهوت، تمام. لو طيب يجي ايه تاني؟ صفقات السوق، طبعا شايفين اللي هي دي الصفقات اللي تمت، دي الصفقات اللي تمت، تمام. لو قفلنا كده عشان تفتح الصفقات اللي تمت، الصفقات اللي تمت دي يا جماعه بتكون توافق سعر الطلب مع سعر العرض. يعني وليكن مثلا عندنا البنك التجاري الدولي، واحد عايز يشتري ب 66 و 930 قرش، واللي عايز يبيع عايز يبيع ب 67 جنيه، اللي عايز يشتري عايز يشتري ب 67 جنيه، عايز يشتري ب 66 جنيه و 930 قرش، واللي عايز يبيع له عايز يبيع ب 67 جنيه. كده العمليه مش هتلتقي مع بعضها، لازم يا اما البايع يقلل يا اما المشتري يرفع السعر. طبعا ديت قائمة الطلبات والعروض المجمعة، ودي اللي احنا هنبدأ نشوفها مع بعض في قدام شوية، تمام. طيب طبعا اول ما سواء اللي هو المشتري رفع السعر او البياع خفض السعر بتاعه، تلقائيا العملية هتتنفذ طبقا للنظام الاوتوماتيك اللي شغال من البورصة، تمام. طيب هنضغط بقى على عرض ونقول له عرض الصفقات اللي تمت. عايز اشوف بقى الصفقات اللي تمت، لان الصفقات اللي تمت بتتم كتير وبيتم على كل الاسهم بتظهر لك، فانت عايز تشوف وليكن الناس مركزين على ايه وبتشتري في ايه وتبيع في ايه، فانت تضغط على الصفقات وهيظهر لك بقى هوت اسم السهم والوقت جنبه والسعر اللي اتنفذ عليه والكميه اللي اتنفذت والتغير اللي حصل بالنسبه المئويه
وعدد الصفقات هتلاقيه دايما واحد، تمام، لانها بتكون صفقة واحدة. والاتجاه سواء صاعد او هابط، ونوع الصفقة سواء شراء او بيع، تمام. واعتقد نوع الصفقة سواء شراء او بيع واضحة وضوح الشمس، يعني سواء اللي هي شراء او بيع. طبعا دي بتكون جنبك كده، بتحاول تصغرها، تمام، لان انت بتصغر طبعا اللي هي قائمة الوقت، وبقائمة اللي هي بتاعت الاسماء، قائمة الاسعار والكميات بتصغرها، والتغير برضو بتصغره، ونوع الصفقة بتصغر اللي هي العمود بتاعها، تمام، وبتعملها كده وبتكون جنبك، تمام، بتخليها جنبك هنا كمؤشر ليك عشان تتابع بيه برضو، تمام، عشان تعرف السيولة رايحة فين والدنيا ماشية ازاي، وايه اللي بيتشرى وايه اللي بيتباع وايه اللي عليه ضغط وهكذا، تمام. طبعا برضو ديت هتلاقيها برضو في كل الشركات حسب الشاشات، هتلاقي برضو مكتوبة فيه بيسموها الصفقات وهكذا، تمام. طيب هنيجي برضو على عرض ونشوف مؤشرات السوق. طبعا دي مؤشرات اهي زي ما انتم شايفين، مؤشرات الاي جي اكس 30 والنيل والاي جي اكس 50، والقيمة والتغير والاعلى والادنى واغلاق سابق، وقيمة التداول والحجم، تمام. قيمة التداول يعني بالفلوس بيضرب حجم التداول اللي هو حجم الاسهم اللي تم التداول عليها، بيضربها بسعر التداول بتاع كل صفقة، وبيديهولك كاجمالي كرقم اجمالي هنا عندك في قيمة التداول. طبعا دلوقتي احنا مفروض النهاردة 18/10 من عام 2020، دلوقتي يعني مفروض الساعة 12:39، تمام، ولحد الان تقريبا السوق منفذ داخل على النص مليار، داخل على النص مليار، تمام. طيب لو انت عايز تشوف رسم بياني برضو، لو انت عايز تشوف اللي هو الاعلى الاسهم، اعلى الاسهم لو انت عايز تشوفها بتشوف، وبيقول لك عايز الاعلى الاسهم على حسب ايه، عايز طريقه التقييم ازاي، هل عايز الاكثر نشاطا بحسب الكميه، تمام، بس بيديك بقى الكميات وهكذا، ولا عايز الاكثر نشاطا بحسب عدد الصفقات، تمام. هنا جاب لك ترتيب الصفقات هنا 1032 اهوت، 653، 623، 602، 577، 514، 490. لو انت عايز اللي هو الاكثر نشاطا بحسب الكميه، طبعا اديك الكميه في الاول، بالتالي الكميه الاكثر بينظرها صفقات اكثر وهكذا. طيب لو عايز الاكثر ارتفاعا حسب قيمه التغير، هجيب لك وضع تاني خالص، وليك حرية الاختيار طبعا الاكثر انخفاضا حسب نسبة التغير وهكذا، تمام. ده حسب اللي هو الاعلى الاعلى والاقل، بتختار اللي انت عايزه، تمام. التاني هنيجي بقى على عرض ونشوف لو عايز اللي هو الرسم البياني، لو عايز تتابع رسم البياني سريع كده لو انت مش رابط بالميتا ستوب، تمام. طبعا بتنتظر شوية عبال ما بتجمع، تمام، وبتقول له عايز افتح. لو عندك رسم بياني جاهز، تمام، ماشي. ما عندكش رسم بياني فبتنتظر شوية، مش عارف هو الانترنت عامل شكله مهنج دلوقتي، وبيحاول يحدث البيانات التاريخية مش بيجمع، تمام. مبدئيا طبعا يفضل انك تكون رابط بالميتا ستوك، تكون رابط بالميتا ستوك، لان البرنامج التداول مش كويس، حتى اللي هي التداول بتاعه الرسم البياني بتاعه مش كويس، فانت لازم تفضل انك تكون رابط بالميتا ستوك، او تكون متابع من خلال موقع انفستنج، تمام. طيب هنيجي برضو، طبعا دي كلها لان في صحات اللي بتيجي، او اللي هي المؤشرات اللي بتجيلك، طبعا بتجيلك كده بتظهر لك على طول، لو انت عايز تلغيها بتلغيها، تعمل لها اكس كده اهوت. لو طبعا حسب بقى، انا مثلا انا دلوقتي مع موقع المؤشر اللي هو شركه المؤشر، في شركه مباشر، شركه مباشر هتلاقي كاتبه لك موقع مباشر، واللي انت تدخل من عندها سواء بقى تحليلات فنيه، مؤشرات الاسواق العالميه، مؤشرات الاسواق العربيه، شهادات الايداع، تعاملات المستثمرين،
ربط بموقع اخر زي موقع اللي هو بتاع انفستنج. تمام. هنا بقى الاخيره تحديث بيانات الميتا ستوك. لو انت عايز تحدث بيانات الميتا ستوك اللي عندك بتضغط على عرض وتضغط على تحديث بيانات الميتا ستوك. تمام. طيب كده احنا المفروض يعني وصلنا تقريبا ربع ساعة، المفروض هنكمل شوية كمان. اللي جاي بقى سريعا يعني عشان ايه ندخل على الادوات. طبعا الادوات مش هتلاقيها في كل الشاشات ومش هتكون مفيدة بالنسبة لك لدرجة كبيرة. تمام. مش هتكون مفيدة بالنسبة لك لدرجة كبيرة لانك انا بفترض انك بتتابع، افترض انك بتتابع الشاشة. تمام. تمام. تعالوا بقى كده ندخل نشوف تاني. بس نيجي بقى على الادوات. تقول تنبيهات الاسهم. لو انت عايز تضيف اي تنبيه بتحط السهم اللي انت عايزه، وتحط بقى تشوف الحاجات اللي انت عايزها، السعر بقى اللي انت عايزه، الكمية اللي انت عايزها، وتقول له حفظ. هينبهك لما السعر يوصل عند رقم معين. مثلا انت عايز تشتري اللي هو البنك التجاري ب 65 وهو دلوقتي ب 67، فانت هتدي للبرنامج امر ان هو لما ينزل عند 65، او بتدي للشاشه امر لما تنزل عند 65 ان هي تنبهك. تمام. طبعا هيظهر لك لا في الشاشه كده على طول، او بيظهر لك في الكمبيوتر. ده بيفترض انك مش بتتابع. طبعا لو تشوف بقى التنبيهات اللي انت شغال فيها بتضغط على عرض التنبيهات، كل التنبيهات الحاليه والتنبيهات المنتهيه بتشوف. انا مش عن نفسي مش بحط اي تنبيهات لاني بتابع. تمام. حاسبه ماذا لو دي برضو مش موجوده تقريبا في اي برنامج، ده موجوده في المؤشر بس. تمام. طبعا بتختار السهم والقيمه الحاليه والسعر الفتح بتاعه، وتختار الكميه والربح او الخساره. يعني بيقول لك لو سعر سهم نزل، لو سعر السهم نزل او طلع هتكسب او هتخسر كام. بس دي الفكره منه يعني. الادوات مراقبه الكميات، تبدا تراقب الكميات برضو لو انت لو يعني عايز. طبعا الكميات قدامنا هي كامله يعني، احنا شايفين كل الكميات. لو عايزين نشوف اي سهم بنيجي عليه ونقول له عرض الطلبات مجمعه، وبتشوف بقى الايه الكميات اللي هي معروضه ومطلوبه والاسعار بتاعته. طيب مراقب محلل تدفق السيوله. انا كده كده عندنا برضه حاطط مخطط السيوله. تمام. وحاطين قيمه السيوله لو عايزين نرجع لها، ماشي. مش عايزين نرجع لها براحتنا. تمام. وبتختار وليكن القطاع اللي انت عايزه، وليكن بنوك، وبتقول له عرض. بيجيب لك اللي هي البنك بقى نفسه او حسب بقى الايه قائمه البنوك كامله. لو انا عايز شكل زي ده باجي داخل. تمام. جايب اللي هي عشان اعرضه بقى قدامي على الشاشه، وبقول له اللي هي القطاعات، وبقول له وليكن هاتهولي بنوك، وبجيب كده. تمام. وباجي عند بتاع البنوك وبضيف عمود. طبعا ده كله ده هناخده قدام اللي هي تدفق السيوله. تمام. كده انا ضفت اللي هي العمود اهوت بتاع تدفق السيوله زي ما انتم شايفين، تدفق السيوله اهوت. تمام. تمام. ده ظاهر اكتر لو انتم متابعين معايا في السوق كله، ان هي ظاهره هنا اكتر. تمام. ان هي بتاعت مخطط السيوله زي ما قلت لكم، تقدر تعملها في البنوك بس مش عايزين نعملها دلوقتي بشكل يعني سريع، عشان اما يجي الوقت بتاع ان انا ازاي اعلمكم تضيفوا عمود او تحذفوا عمود، او تضيف اللي هي سعر، او تحذف الحاجات اللي هي مش انت مش عايزها. اكيد مش كل الحاجات دي انت هتستخدمها، في ناس بتقلل بس الشكل اللي هي بتستخدمه وهكذا. تمام. تمام. كده احنا المفروض اللي هو خلصنا اللي هو الحلقه بتاعت النهارده.
اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم. طبعا لو في اي استفسار اتمنى انكم تكتبوه لي في الكومنتات اسفل الفيديو، واعملوا شير للقناه عشان يوصلك كل جديد، واعمل اشتراك في القناه وشير للفيديو ده عشان تعلم غيرك وتفيد غيرك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.